قهوه انا بهذا شارع الفاروق، بعدين الناس ما تعلمت على الطبع المغني فتح المحل وشعوه ما عيب، وشعوه هاي شيء احسن شيء ماكو منه، احسن ما وحده مديده من بعد كل شيء ماكو. بداية المشروع كان أكو شوية استغراب على أنه بنت تفتح محل داخل محافظة نينوى، أنه كان شيء غريب بعد تحرير وهاي وصغيري، بس بالمقابل أنا شفت تشجيع كثير كبير.